ثلاث مباريات الاولى من تصفيات كاس العالم لما كانت استراليا في ظروف صعبه. هنا الكرات لمنتخب البرازيل والانطلاقه الخطيره عن طريق اللاعب سوزو بابا جول. ديغو سوزا يفتح مجال التسجيل للبرازيل في الثانية 12 من انطلاقة هذه المباراة. أول انطلاقة وأول كرة وأول لعبة في اتجاه ديغو سوزا يفتح مجال التسجيل. هذا الذي تتح له الفرصة اليوم لكي يلعب أساسي في تشكيلة منتخب البرازيل. شوف الكرة هذه الخاطئة الأولى لمنتخب أستراليا وأول كرة لجوليانو في اتجاه سوزا يفتح مجال التسجيل في بعد 12 ثانية منذ انطلاقة هذه المباراة. كرة جوليانو لاعب نادي الزينيت في اتجاه سوزا لاعب نادي ريتسيفي الذي سجل 27 هدف في 87 مباراة لعبها مع فريقه البرازيلي. اليوم يأخذ هذه المباراة في غياب جابرييل جيسوس الذي أصيب وسيغيب عن هذا. الفوقية رجعت هاي لعدانا من دافيد لويز ثم الثانية مرة أخرى الرأسية من كايو ورأسية ثانية من تياغو سيلفا يسجل خامس أهدافه مع منتخب البرازيل. جول ثاني للمنتخب البرازيلي من كرة ثابتة أمام الأستراليين في الكرات العالية. أقوياء تياغو سيلفا يسجل